لسه الحكاية ما خلصتش. الدعامة والحركة لا تنتهي إلا بورشة مراجعة الدعامة والحركة، علشان نشرح ونحل 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 ونمتحن شامل إن شاء الله، ثم نبدأ التنسيق الهرموني على خير. لو أنت جاهز هيا بنا نبدأ لتفاصيل ورشة الدعامة والحركة. السلام عليكم، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الجدول الزمني بتاعنا عبارة عن ان احنا بنخلص الفصل، بعد كده بنعمل عليه ورشة الدعامة والحركة، ورشة التنسيق الهرموني، ورشة التكاثر، ورشة، ثم يختم الترم الاول بمعسكر منتصف المنهج، او معسكر الترم الاول معسكر الدعامة والحركة والهرمونات والتكاثر. بعد كده الفصل الرابع والورشة، الفصل الخامس والورشة، ثم في النهاية ان شاء الله المراجعات النهائية على مدار شهرين، ثم الى الامتحان. المحطة اللي عليها الدور هي محطة ورشة الدعامة والحركة التي تبدأ إن شاء الله يوم الاثنين 16/9، والمحاضرات هتنزل لك على مدار أسبوع علشان تنتهي يوم الأحد 22/9، والاثنين 23/9 نبدأ التنسيق الهرموني إن شاء الله. المحاضرات هتنزل لك الساعة 5 فجرا. لو أنت ما تصحاش 5 فجرا مفيش مشكلة، اسمع وقت ما تسمع، بس هي هتنزل في الوقت دوت علشان تبدأ يومك كده بالأحياء. إيه هي محتويات الورشة؟ عبارة عن شرح فيديو واحد للدعامة والحركة كلها. بعد كده هتلاقي في بعض الفيديوهات 3D أو الفيديوهات التوضيحية لعملية الانقباض العضلي وتركيب العضلة وحركة النباتات وأجزاء معينة من الهيكل العظمي زي العمود الفقري والأربطة والأوتار والتمزقات بتاعتهم، بحيث ان انت تتخيل بشكل أفضل وتعمق الفهم. بعد كده بقى عندنا حل كتير قوي. أول حاجة هنحلها كتاب التفوق لمستوى أعلى شوية من اللي كنا بنحله. هنحل فيديو على الدعامة وفيديو على الحركة، بالإضافة كمان إلى مذكرة الورشة اللي فيها جزئين. مذكرة الورشة هتلاقيها PDF تقدر تحمله من على المنصة، وبتحتوي على 100 سؤال جوهري مستواهم أعلى شوية من كتاب الجوهري وأعلى من كتاب الامتحان. يعني خلاص بقى خلصنا، احنا في الورشة مش لسه في الأول، فنقدر نعلي الليفل شوية. بالإضافة إلى أسئلة السنوات السابقة اللي جت من الوزارة في 21 22 23 24، تجريبي أو دور أول أو دور تاني، عشان بقى نشوف هل أسئلة الوزارة دي خزعبلية ولا عادية بس محتاجة شوية تركيز. والأسئلة الجدرية اللي فيها نحاول إن احنا نناقشها ونطلع منها بأقصى استفادة ممكن. بعد كده في اختبار موجود في آخر كتاب الجوهري على الدعامة والحركة كاملة، اختبار محاكاة يحاكي اختبار آخر السنة، 46 سؤال، 44 سؤال اختياري وسؤالين مقالي. يبقى تاني هنشرح، وفي فيديوهات 3D لتوضيح الشرح. بعد كده هنحل كتاب التفوق، هنحل مذكرة الورشة اللي فيها 100 سؤال على الدعامة والحركة كلها، وفيها أسئلة السنوات السابقة كلها، وفي الآخر هنحل اختبار المحاكاة. الامتحان هيكون يوم الأحد الموافق 22/9، هيبقى مفتوح من الساعة 7 مساء لحد الساعة 12 ولمدة 3 ساعات. يعني إيه؟ يعني أنت لو بدأت الساعة 7 هيقفل معاك الساعة 10، 8 هيقفل 11، 9 وده آخرك في البداية هيقفل 12، بدأت 11 هيقفل 12، تمام؟ والأوائل هيتاخدوا الناس اللي دخلت الامتحان في هذا الوقت. بعد كده هنفتحه تاني، بس ساعتها مش هيبقى عليه جوائز. طب الجوائز عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجات كتير، يعني استحي ان انا اقولها في الفيديو، خليها مفاجأة بجد، هتتفاجئ لو انت قفلت الامتحان، فهتتفاجئ قوي. طب لو انت ما قفلتش الامتحان بس نقصت كده اقل من 5 درجات، فهتتفاجئ برضو، بس مش قوي يعني، بس هتتفاجئ. كل الناس ليها جوائز، فاستعد من دلوقتي لنفسك قبل ما يكون الجائزة، وخد المحتوى القوي دوت ان شاء الله. ان شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا ويسر لنا، ويجري على لساني خيرا، ويجري على عقولكم فهما وحفظا وادراكا واستيعابا. ولكن المحتوى دوت انت اللي هتاخده وتتلقفه وتبروزه وتظهره وتستفيد بيه، او تاخده وترميه البحر، مش هيضرني بحاجه، ولكن انت اللي هتنضر. طيب دلوقتي بقى انا عايز اشترك في الورشه. والله لو انت مشترك في كورس الدعامه والحركه والورشه اللي موجود على المنصه، فخلاص انت ما عليك الا ان تنتظر الورشه معاك. اما لو انت عايز تشترك في الورشه منفصله، فهي موجوده في كورس منفصل على المنصه. اما لو انت عايز بقى تشترك في الدعامه والحركه والورشه ما كنتش مشترك معانا، فاحنا عاملين عليها خصم من وقت نزول الفيديو دوت الى يوم الامتحان الشامل لحد يوم 22، تقدر تستفيد بالخصم 25% وتبقى خدت الورشه ومعها الدعامه والحركه كامله. كل التفاصيل ديت هتلاقيها في وصف الفيديو او في اول كومنت لو انت بتشوفنا على الفيسبوك. ونلقاكم على خير ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بحبكم في الله، ما تنسوش دايما 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 صلوا على رسول الله. السلام عليكم.